إخوان السلام عليكم وعواش لكم مباركة. مساء النور لكل الصديقات والأصدقاء. الحديث على الشهرة وعلى المبدعين، كيفاش يمكن تكون الحياة ديال الإنسان قبل الشهرة وبعد الشهرة؟ كمثال ناخذ جوج ديال النماذج. نموذج اللي هو شعبي مناعمة قبل اليوتيوب وبعد اليوتيوب، يعني قبل الشهرة وبعد الشهرة، تختلف جذريا عن مناعمة الإنسانة البسيطة العفوية واو. ثم مبدع كبير جابرييل غارسيا ماركيز، يعني قبل أن يصبح كاتبا كبيرا. ولكن السؤال، هل يجوز هذه المقارنة؟ باش نقدروا نديروا هذه المقارنة هذه في نظري الشخصي يمكن نديروها، علاش لا؟ لأن هذه المقارنة تمكننا من فهم كيفاش أن إنسان عادي أو مبدع قبل الشهرة أو بعد الشهرة كيف سيتم التعامل معه. هادشي اللي غادي نعرفه في هذه الحلقة هذه من خلال قصة جابرييل غارسيا ماركيز. قوم معنا. إذن الكاتب الكولومبي الشهير جابرييل غارسيا ماركيز عنده واحد القصة كوميدية بعنوان سهلة للغاية حتى الرجال قادرون عليها. سهلة للغاية حتى الرجال قادرون عليها. أعطاها لواحد مخرج إسباني مشهور كان من في المكسيك سميته لويس بانيول ليحولها إلى فيلم سينمائي. ساعة جابرييل غارسيا ماركيز ماشي معروف، غادي يشد المخرج هذه القصة وسيضعها جانبا دون أن يلتفت إليها. دازت السنوات، يعني كان حلم جابرييل غارسيا ماركيز في بداية الحياة الأدبية دياله أنه لا بحر، يعني كاتب واحد المجموعة قصصية عاصفة الأوراق سنة 1955، ثم رواية ليس للكولونيل من يكاتبه سنة 1961، وبعض القصص وبعض المقالات، يعني بحر في بداية الطريق. وحينما مد هذه القصة إلى هذا المخرج ترك هذا المخرج، وكان جابرييل يعني الأمنية ديالته أنه يحلم باش تحول إلى فيلم سينمائي، وأصابه نوع من الإحباط في هذا التعامل. اشني هي الكمالة ديال القصة؟ اش اللي غادي نعرفو دابا؟ إذن جابرييل غارسيا ماركيز لم يتوقف عن الكتابة، لم يتوقف عن التأليف، لم يتوقف عن القراءة، وكانت إرادته وعزيمته قوية ليحقق هذا الحلم. كتب مجموعة ديال الروايات من بينها رواية شهيرة 100 عام من العزلة التي حققت له شهرة عالمية. من طبيعة الحال هذه الشهرة نال من خلالها جائزة نوبل للآداب، وبعد ذلك أصبح مشهورا وتحولت الكثير من الروايات دياله ومن الأعمال دياله إلى أعمال سينمائية، لكنه ظل يتذكر تلك القصة التي لم تتحول إلى فيلم سينمائي. الحياة قبل الشهرة أو بعد الشهرة كمثال نموذج ديال مناعمة، إنسانة بسيطة عفوية، يعني بفضل اليوتيوب وبفضل هذه التلقائية ديالها وبفضل العزيمة ديالها أنها استطاعت، وكذلك بالأمية ديالها استطاعت أن تنال واحد شهرة كبيرة سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب. ولكن هذيك
الأمية ديالها شي مرات أنها أدخلتها إلى السجن، بمعنى أن هاد المعادلة اللي احنا مركبين، يعني حياة الإنسان قبل الشهرة وبعد الشهرة، يمكن أن تتحول الشهرة في وضعية الكاتب جابرييل غارسيا ماركيز إلى نعمة، أنه أصبح مشهورا وتحولت العديد من كتبه إلى يعني كتب عالمية مترجمة إلى مئات ديال اللغات، ولكن في حالة ديال أمي نعيمة أنها ستظل على حالها، حبيسة اليوتيوب وحبيسة أحوالها رغم تحسن وضعها المادي، بمعنى أن الشهرة في كثير من الأحيان تقتل. أن من حق الإنسان أن يحلم، ومن حق الإنسان أن يجتهد، ومن حقه كذلك أن يطور من إمكانياته الذاتية. هذا ما حاولت أن يعني أن أتحدث فيه في هذا الفيديو القصير. إلى لقاء متجدد، كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.